طبعا احنا لسه مستمرين مع حضراتكم ومستمرين مع اولادنا وابطالنا المشاركين في اولمبياد باريس. طبعا مفيش شك حاله الفرحه اللي عمت امبارح في الشوارع وعلى السوشيال ميديا لنجمنا اللاعب الكبير محمد السيد لاعب منتخب مصر لسلاح المبارزه واللي شرفنا ورفع راس بلدنا وحقق اول ميداليه برونزيه لمصر بعد ما فاز على بطل المجر بنتيجه 8-7 في مباراه تحديد المركز الثالث والرابع. لازم يكون عندنا ثقه في ولادنا وفي قدراتنا وفي الأبطال المشاركين في الأولمبياد وما نفقدش ثقتنا فيهم ولا حتى نزعزع ثقتهم في نفسهم. لازم احنا كمان نفضل داعمين ليهم. لسه الأولمبياد شغال ولسه مستمر وإن شاء الله نحصد أكبر عدد من الميداليات. وفي حاجة اسمها صناعة البطل. الناس دي قضت وقت كبير جدا في التدريب والاستعداد، لكن كونوا أخفق، كونوا ما حققش ميدالية وما خدش ميدالية، ممكن يكون في حد أفضل منه عادي، طبعا ده أمر طبيعي. دورنا إحنا إيه؟ دورنا إن إحنا ندعمه، إن إحنا نحاول من تاني، نكرر المحاولة، نستعد، نجهز البطل بتاعنا بشكل أفضل ونحسن من نفسنا وكمان نعدل من أخطائنا. ما نسمعش لأي كلام من الممكن إنه يهد من عزيمتنا وإرادتنا. بالمناسبة في ناس بتنتقد اللي حاصل وفي بعض الناس عندها حق، لأن هم نفسهم علم مصر يرفع، نفسهم في أكبر عدد من الميداليات، وده بالمناسبة دي ناس بتحب البلد ودي ناس نفسها بالفعل علم بلدها يترفع. ملناش دعوة بالناس التانية، يعني في ناس تانية هدفها ان هي تحط من عزيمتنا ويقولوا ان ده مستوى الرياضة في مصر إطلاقا. امبارح بقى واحنا بنتكلم عن الأخبار اللي بتنتشر على السوشيال ميديا، ما احنا بنتابع من خلال السوشيال ميديا، فالأخبار بتنتشر على السوشيال ميديا بشكل رهيب والغلط بينتشر أكتر، لكن لما نطلع بيان رسمي للأسف الناس ما بتشوفش وما بتتابعش الكلام ده. امبارح اتحاد الفروسية طلع بيان مهم جدا، بيان رسمي نفى فيه نقل أشخاص إلى باريس على نفقة الدولة، وقال عن سفر الفارس نائل نصار إلى الأولمبياد مع عدد آخر من الأفراد إنه نائل أصلا مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، والطاقم اللي مسافر معاه المساعد هيسافروا مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية لباريس وهيكون بمعرفتهم الشخصية وعلى نفقتهم الخاصة. حتى الحصان بتاعه هو هينقله بطيارة على نفقته الشخصية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرنسا. أعتقد أنه بعد البيان المفروض أن احنا ناخد بالنا أن في بعض الحاجات اللي بتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ما هياش دقيقة وهدفها إثارة البلبلة فقط، وأن الناس تفضل تتكلم بس عن اللي بيحصل من أبطالنا في الأولمبياد. واقعة تانية مشابهة برضو من الحاجات الخاطئة اللي انتشرت والشائعات طبعا اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اتحاد التجديف طلع بيان هو كمان واتكلم عن الموضوع ده. منشور انتشر على طبعا منشور هزلي ما فيش شك طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي بيتكلم عن وجود لاعبة بتمثل مصر اسمها آية السيد في منافسات التجديف، اتأهلت في يعني للأولمبياد طبعا وهي بتشارك في الأولمبياد لكنها تاهت في الطريق. طبعا خبر زي ده هيبسط بعض الناس وهتبتدي تعمل شير وتهزر وتتريق المهم ان هي اساسا مش موجودة في الاتحاد، يعني هذه الصورة ممكن تكون لفتاة بتمارس الرياضة دي لنفسها، بتمارسها هواية. يعني أنا ممكن يعني أنزل وأحط صورتي أنا كمحمد وأحط صورتي في وأنزل بالمركب وأنزل وأقدف وأحط صورة على السوشيال ميديا وأكتب كلمتين في أي حساب من الحسابات الوهمية، هتلاقي الناس انساقت وراها وقالت أنه ده مشارك في الأولمبياد لكنه لم يتم تجهيزه بالشكل المناسب وتاه في السباق. ده نفى الاتحاد رسميا ودي حاجة مهمة جدا، وقال أنه ما عندوش لعيبة أصلا بهذا الاسم وياريت محدش ينساق وراء مثل هذه الأنباء غير الصحيحة وغير الدقيقة. مش لازم نصدق أي كلام بنسمعه، لازم نرجع زي ما احنا متعودين نستنى البيان الرسمي لما يطلع من المصدر بتاعه. كل التوفيق للاعبتنا المشاركين في الأولمبياد، لسه الأولمبياد مستمرة وإن شاء الله نحصد أكبر عدد من الميداليات. مرة تانية بنصبح لحضراتكم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.